فاطمة نسيم من دوبر إقليمية للتعاون الوطني بمحمدية. احنا الآن بصدد انطلاقة لعملية إفطار رمضان 1439 هجرية اللي غيشرف عليها السيد العامل صحبة اللجنة الإقليمية. هذه العملية كتشمل كيستافدوا منها 3000 مستفيد من الناس اللي محتاجين حسب الشروط والمعايير المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية. 3000 مستفيد منها 600 موزعة في العالم الحضاري ووسط الحضاري و 2400 في الوسط القروي. المستجد هذه السنة هو أن كانوا ضافوا 3 المواد. السنوات السابقة كنا كنوزعوا 10 كيلو من مادة الطحين، 4 كيلو من مادة السكر، 5 لتر من مادة الزيت، 250 غرام من مادة الشاي. هاد السنة إن شاء الله ضافت 3 مواد وهي المعجنات والطماطم المركزة والعدس. هاد المواد كلهم نحس فيها كيلو كيلو من كل مادة. إذن العملية كما كتشوفون هنا عندنا موزعين على حسب المقاطعات. هنا في هذا الموقع هذا غادي ان شاء الله نوزعوا الحصه على المقاطعه الاولى والثانيه والرابعه، ومن بعد غادي نمشيو نعطيو انطلاقه في العالم القروي في قيادات بلديه عين حروده، جماعه الشلالات، سيدي جماعه سيدي موسى مجدوب، جماعه سيدي موسى بن علي، واخيرا جماعه بني خلف. الارتسامات اللي خلفت هذا العمليه باقليم المحمديه من طرف المستفيدين والمستفيدات. المستفيدين دائما كيروحوا يحبوا بهذه العمليه، ودابا كما كتشوفوا هاد الناس اللي مسجلين وكاينين ناس وحدين اخرين كينتظروا. دائما المشكل هنا دائما النسبه ديال الهشاشه، كيف كتعرفوا في اقليم المحمديه عمالك المحمديه راه نسبه مهمه، والمستفيدين دائما المواطنين كيبقاو دائما كيجيبوا الطلبات، ولكن العدد محدود في 3000. اذا اللجنه الاقليميه كتحرص على في اطار تحيين لوائح ان يكونوا الناس الاكثر هشاشه هما اللي غادي يستافدوا من هذه الحصه.